اللي يهتم بالناس وبظروفهم الإنسانية والآدمية. أسهل حاجة في الدنيا إنه تتعامل بالقانون ومواده. بالقانون ومواده الناس كانت هتفضل، يعني الغارمات والغارمين كانوا هيفضلوا موجودين مقيدي الحرية. ده بالقانون بالمناسبة يعني. لكن الوضع الإنساني والتفكير الإنساني هو اللي يدفع إلى إنه هو الناس دي أجرمت. لا، الناس دي ما أجرمتش. الناس دي الفقر كسرها جامد وجي عليها جامد فأدى إلى أنهم أصبحوا مقيدي الحرية. أدي كل القصة. ولهذا كان تفكير الرئيس من بدري أنه إحنا عاوزين مصر بلا، خليكم فاكرين اسم المبادرة دي، هي النهاردة خلاص مصر بلا غارمات، مفيش ولا غارمين، ألف حمد وشكر ليك يا رب. مش بس كده، لأن في حاجة أهم هي دايما السبب الجذري. يعني إيه؟ يعني إيه هو الغارم بالمناسبة؟ الغارم أو الغارمة دي ناس كان بيجهز نفسه، بيجهز بنته، بيجهز أخته، إلخ إلخ إلخ، وبيروحوا يشتروا الحاجة ويكتبوا على نفسهم يا عيني كمبيالات قد كده. وكان بعض من التجار الجشعين عديم الضمير والمروءة أحيانا يمضوهم بفلوس زيادة، وأحيانا يمضوهم على بياض، ويستغلوا عدم المعرفة إلخ إلخ إلخ، أو عدم القدرة على القراءة والكتابة، حاجة يعني كانت منتهى الإجرام يعني. فالناس دي اتدبست علشان خاطر كل القصة ماشي في سكة حلوة، عاوز يجوز بنته، أخته، أمه، دول ناس من عندنا في بلدنا، ومن عندكو في البلد، ومن عندك في الشارع، ومعرفة وقريب وجار وصديق، دول زيك زيهم بالظبط، محدش فينا أجرم. فكان ممكن جدا التعامل يبقى بالقانون، وللأسف ده اللي كان بيجرى زمان. من 8 سنين لما الرئيس قال هنطلع الكل وهنشوف ايه الإجراءات اللي نقدر نطلع بيها الكل ونسد عنهم و و و و و وحصل. طيب تعال على مراجعة السبب الجذري. السبب الجذري هنا هو ايه؟ عدم القدرة، مفيش فلوس. نقوم نعمل ايه تاني؟ نشتغل على انه نوفر للناس دول حاجة اسمها التمكين الاقتصادي، نخلي اهالينا دول ممكنين اقتصاديا فنساعدهم، يعني الناس اللي بره والحمد لله والشكر لله ما دخلوش، فنساعده ان هو اصلا ما يدخلش، فيبقى في عنده قدرة على ايه؟ انه يقدر يوفر لنفسه احتياجاته، ويقدر يجهز نفسه ولا امرأة بنته ولا اخته ولا بنت اخوه ولا بنت اخته الى اخره. وفي نفس الوقت الناس اللي خارجه دي هم كمان لديهم تمكين اقتصادي. خلي بالك انا قلت لك قبل كده بقولها لك تاني، الناس اللي جوه المراكز بتاعه الاصلاح والتاهيل هو جوه بيشتغل وبيتحوش له فلوسه دي عشان لما يخرج يبقى معاه مبلغ، واحد يغنيه شر السؤال، اتنين يخليه يعمل حاجه صغيره على قده ويشتغل والدنيا تمشي والمكسب يبقى حلال وميت فل و14. عايز استأذنكم اخد معانا على التليفون استاذ محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. اهلا 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 يا فندم. مساء الخير استاذ يوسف، ومساء الخير على كل المشاهدين. مساء النور يا استاذ محمود. استاذ محمود، واحنا النهارده يعني في الاحتفاليه اللي كانت بتشريف فخامه الرئيس للاحتفال بالام المصريه وبعيد الام وتكريم سيدات مصريات فضليات، كيف ترى تحديدا مساله خروج اخر غارمه وغارم من مراكز الاصلاح والتاهيل فتصبح مصر لاول مره بلا غارمات؟ طبعا احنا قدام خبر سعيد جدا ومبادره من فخامه الرئيس بانه يعني زي ما حضرتك اتكلمت في المقدمه انه مصر تبقى خاليه من الغارمين والغارمات. النهارده لقينا ده حقيقه، وربما دلاله الاختيار انه تخرج الغارمات اليوم في عيد الام عشان يكملوا فرحه اهاليهم واسرهم بحلول شهر رمضان، وان هم يحضروا معاهم شهر رمضان، دي اشاره بالغه الدلاله على الحس الانساني اللي بتمتاز بيه القيادة السياسية في مصر، إلى أي مدى هي تشعر بالناس، إلى أي مدى هي تشعر بأهمية التوقيت في اتخاذ القرار، وإنه القرار كمان يتاخد في هذا الظرف وهذه الاحتفالية الكبيرة
اللي بتكرم فيها الدولة المصرية المرأة المصرية، ولأي مدى هناك اهتمام بالمرأة المصرية وبتمكينها، وفي اهتمام خاص من سيادة الرئيس بالمرأة، وده يمكن شفناه على مدار السنوات الماضية، ودي ملف من ملفات الحقوقية المهمة جدا اللي مصر حققت فيها إنجازات كبيرة بالفعل، وده بشهادة العالم كله انه الى اي مدى مصر نجحت في هذا الملف، وكمان نجحت النهارده بهذا القرار الخاص بالغارمين والغارمات، وانه مصر تبقى خاليه منهم، انه تاسس لفلسفه عقبيه جديده، وتؤكد للعالم انه ملف حقوق الانسان من الملفات المهمه اللي موجوده على راس اولويات العمل الوطني في مصر وعمل الدوله المصريه، وانه هذا الحس الانساني اللي بتمتاز به القياده السياسيه بينعكس ايجابيا على التعاطي مع هذا الملف من جانب الدوله. فنلاقي وزاره الداخليه بتتحرك وبتدي للناس دي مساعده ماديه وهم خارجين، وبتديهم هدايا، وبتدي لاسرهم، وبتهتم بيهم، وبتهتم ان هم تاسسهم مره ثانيه للحياه، انه يبقى في فرصه اخرى للحياه في وقت الخروج يعني. وفي نفس الوقت الدوله مهتمه انها تخرجهم في هذا التوقيت عشان يبقى الظرف الإنساني والاجتماعي الخاص بشهر رمضان، إنه ما يبقاش في أسرة من غير أبوها، وما فيش أسرة من غير أمها. صح. اللي موجودين في مركز الإصلاح والتأهيل بيأدوا عقوبة لعدم سداد هذه الشيكات أو هذه الكمبيالات. فبالتالي أنت قدام مشهد حقوقي بامتياز، في اهتمام بالإنسان، وفي اهتمام بانه يعني يبقى في روح القانون، انه يتطبق عليه روح القانون بفلسفه عقبيه بتشوف الجريمه ومستوى تاثر المجتمع بيها، ثم تضع فلسفه عقبيه تخلص فيها وتني فيها ملف زي الملف ده اللي فيه متداخل فيه الانساني والقانوني بهذا الشكل. طب صححني لو انا غلطان، انا هنا لأنه تعقيبا على جملتك الفلسفة العقبية، هو على ما يبدو أنه مصر، جمهورية مصر العربية في جمهوريتها الجديدة، أصبحت بتنظر للموضوع بعيدا عن فلسفة العقاب، هي فلسفة الإصلاح ثم تأهيل فيما بعد ذلك، بس أنا أريد أن أصلح الإنسان وأساعده في الإصلاح من أخطائه السابقة وأؤهله للخروج للمجتمع. هل أنا كده شايف مظبوط؟ صحيح. هو لو احنا حبينا نبص هذه الفلسفة بشكل عميق شوية، نكتشف ان احنا بنبني انسان جديد، سواء في يعني موجود داخل مراكز الإصلاح والتأهيل او في خارج مراكز الإصلاح والتأهيل. داخل مراكز الإصلاح والتأهيل انت عندك تعديل تشريعي حصل في قانون السجون، فبقاش اسمها سجون، بقى اسمها مراكز الإصلاح والتأهيل. صحيح. وده بيدي المؤشر في المعنى انه ازاي الدولة بتنظر لهذا الملف، انه مش ملف عقوبة ولا سجن، هو ملف إصلاح وتأهيل. أنت بتخلق إنسان جديد بتحاول تأهله أنه ما يعودش مرة أخرى للجريمة بشكل عملي وبشكل فيه واقعية في الأداء، أن أنت بتديه فرصة أنه يشتغل، يتعلم صنعة، يتعلم شغل، يتعلم إزاي ممكن يدير حياته بعيدا عن الجريمة، ثم يعني بتقدر أن أنت تساعده أنه هو يخرج مرة أخرى في قرارات العفو المتتالية وغيره، وبالتالي انت بتخلق انسان جديد عايز يعيش بشكل مختلف. وجوه الاصلاح والتاهيل، مراكز الاصلاح والتاهيل، فانت بتلاقي المعايير الدوليه للتعامل مع النزلاء، ما عادش اسمه سجين بقى اسمه نزيل، وبيتلقى يعني دعايه صحيه جيده، بيتلقى رعايه اجتماعيه، بيقدر زي ما انت حضرتك اتكلمت في المقدمه انه لما يشتغل يبقى الفلوس تروح لاهله، ويقدر انه هو يعني يدير حياته واسرته من داخل مركز الاصلاح والتاهيل، فبيتعلم صنعه وفي نفس الوقت بيساعدهم ماديا، وما بقاش في عندك مشكله اجتماعيه بسبب وجوده داخل مركز الاصلاح والتاهيل. ده بيديك مؤشر انه يعني في عقليه بتدير الموضوع بذهنيه انه لازم يكون في فرصه ثانيه للحياه، وانه يعني العقاب مش في حد ذاته، ولكن انت بتخاطب الانسان وبتحاول انت بتغير نمط حياته وتخليه يعني يبقى فيه معيشه مختلفه عن المعيشه اللي هو كان موجود فيها. لانه للاسف الشديد في السنوات الماضيه، وربما الدراما عكست ده، اللي كان بيخش بيخرج اكتر من الاول، لكن انت النهارده بتحاول ان هو تدخله وما يفكرش ان يخش تاني، وبتقدر ان انت تساعده وتقدم له المساعده وتقدم له النصيحه والمشوره، اللي فيه عايز يتعالج بيتعالج، اللي فيه عايز يخرج من دايره الادمان بيخرج من دايره الادمان،
وده كله بإطار في إطار علمي وفي إطار بيطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والخاصة بالاحتجاز. وده اللي موجود النهاردة والمؤشر بتاعه التطور الكبير اللي حاصل واللي ربما أنا لمسته شخصيا لأن أنا زرت أكتر من مركز صلاح وتأهيل، إنه إلى أي مدى أنت فيه اهتمام، إلى أي مدى فيه يعني تغيير نوعي وكيفي في أداء الناس داخل هذه المراكز، ولأي مدى أنت مهتم بأنه هذا النزيل لما يخرج يبقى إنسان جديد صح ويقدر يعيش في المجتمع والمجتمع يتقبله مرة أخرى. صح صح 100%. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.